أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نأسف على انقطاع البث، لكنه انقطع في وقت مناسب. احنا فضلنا نصف ساعة بإذن الله في السيركوليشن الهارت لكشر 7 بارت 2، اللي هو جزء صغير جدا في بقية الكاردياك أوتبوت. فنتوكل على الله ونستأنف. Cardiovascular System Heart Lecture 7 Part 2 بقية الكاردياك أوتبوت. احنا كنا عند الكاردياك فانكشن كيرفز، وقلنا ان الكاردياك فانكشن كيرفز في اي منحنى يا اولاد لازم الاول نقول بنمثل ايه اجنست ايه. فاحنا بنمثل الكاردياك اوتبوت في مواجهة الرايت اتريال بريشر. كارديك اوتبوت الليترز بير مينيت في مواجهة الرايت اتريال بريشر المليمتر بير ميركوري بير مليمتر ميركوري اسف. وقلت ليه احنا اخترنا الرايت اتريال بريشر الكارديك اوتبوت مواجهة الرايت اتريال بريشر، وان احنا باذن الله لو تقدر تتذكر باذن الله لما نيجي في الفاسكولار، وده الجزء الاسهل في السيركوليشن، هندرس في كيرفات مهمة جدا اسمها فينس فانكشن كيرفز، ايفن اهم من الكارديك فانكشن كيرفز. برضو هنمثل الفينس ريتيرن زي الكارديك اوتبوت اجينست مرة تانية الرايت اتريال بريشر. زي ما بقول انتوا بس اللي فاهمين دي كويس، لاني قلتها وهقولها مرة اخرى، انه under normal physiological conditions، واحد من اهم المعلومات، the cardiac output equals exactly the venous return. مين اللي بيخلي under normal physiological conditions ال cardiac output equals exactly venous return؟ it is the right atrial pressure، واللي سميته يا اولاد رمانة الميزان. ليه؟ في الجملة اللي هي رباعية الاشواط ومع شق مثل عشق النظام. فالجملة الأولى، لو أنه حصل نزاد الفينس تير نمرة واحد، هامتلئ الرايت اتريوم أكتر فيزيد الرايت اتريال بريشر نمرة اتنين. ولا تنسى أن الفنتكل بيتملي من الاتريوم، فلما يزيد الرايت اتريال بريشر هيزيد الفنتريكولار فيلينج وعليه الاند دايستوليك فوليوم نمرة تلاتة. فحسب ستاردينج لو، لما يزيد الاند دايستوليك فوليوم هيزيد الفورس اوف كونتراكشن، وبالتالي الستروك فوليوم، وبالتالي الكاردياك اوتبوت نمره 4، لان الكاردياك اوتبوت تساوي ستروك فوليوم فارت ريت. يبقى في تلخيص، زياده الفينس تير ادت نمره 2 لزياده الرايت اتريا بريشر، ادت الى زياده الفنتريكولار فيلينج والاند دايستوليك فوليوم نمره 3، ادت الى حسب ستارلينج لو زياده الفورس كونتراكشن، وبالتالي ستروك فوليوم وكاردياك اوتبوت نمره 4. فيبقى مين اللي بيخلي under normal physiological conditions ال cardiac output equals exactly the venous return with the limits؟ طبعا هو ال right atrial pressure. عشان كده في ال cardiac function curves بنمثل ال cardiac output، وفي ال venous function curve بنمثل ال venous return في الحالتين في مواجهة ال right atrial pressure. وقلنا يا أولاد إن بدون التو كنترول سيستم اللي هما النيرفس كنترول سيستم والاندوكراينال، يعني اوتو ريجوليشن، الحكايه دي قائمه في حدود 13 لتر. لو زاد الفينس تير من 5 لتر ل 13 لتر، يعني زاد تقريبا مرتين ونص. هنا ازاي قدر يزود الكاردياك اوتبوت لما زاد الفينس تير؟ انه غير حجمه، غير الاند دايستوليك، فعشان كده سموها هيترومتريك، يعني قياس مختلف. هيترو يعني مختلف، اوتو ريجوليشن لانها يمكن ان تقوم بدون نيرفس كنترول سيستم وبدون اندوكراينال كنترول سيستم. نعود للكيرف يا اولاد. يبقى هنحط في هذا الكيرف، قلنا في اي منحنى لا اكل ولا امل، وما عشقت مثل عشق النظام. في اي كيرف لازم تقول لي هتمثل ايه اجينست ايه، ايه على الراس وايه على الافق. هنمثل الكاردياك اوتبوت ان ليترز بير مينيت في مواجهة الرايت اتريال بريشر المليمتر مير. ادي الكيرف الاساسي.
لو زاد الرايت اترا بريشر فاهمين انتوا هيزيد الفنتريكولار فيلينج الاندستريك فوليوم هيزيد الفورس كونتراكشن هيزيد الكاردياك اوتبوت على المحور الراسي ودي الليميتس اهو في بلاتو اهو اللي قلنا من غير اعصاب ومن غير هرمونات في حدود 13 لتر لكن طبعا قلت وبقول تاني ليه طب ربنا عمل تو كنترول سيستم عشان يخلوا العلاقه قائمه فيما هو اكثر فيما هو اكثر من مرتين ونص فيما هو اكثر من 13 لتر طيب ليه للاوائل ما بقولش وكل كلمه اعنيها انا زي ما بقول اقول ما اعنيه واعني ما اقوله وده عاوز كنتوا بهذه الصوره ليه سميتها كاردياك فانكشن كيرفز لان هما مش واحد ممكن الكيرف يبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا ليفت او داونرز اند تو ذا رايت وبقول انا ولاد ببقى عارف انها ابوردز وداونرز بعد كده رايت وليفت دي ببص ما بحفظ لما يبقى الكيرف صاعد بيبقى ابوردز تو ذا ليفت وداونرز تو ذا رايت العكس لو كان هابط زي ما هيبقى نشوف في كيرفات اخرى طيب ايه اللي يزود الكاردياك فانكشن كيرف يعني عندي نفس الرايت اترال بريشر يضخ اكتر في هذه الحاله ثلاث حاجات بتعمل الحكايه دي يقدر يضخ اكتر لو المقاومه قصاده قليله لو الاورتيك بريشر افتر لود قليل ادي احتمال اول الاحتمال الثاني لو عضله القلب فيما يقويها بوزيتيف انتروبي بوزيتيف انتروبي تزودها وقلنا ما هو الانتروبي لا اكل ولا امل هو الكونتراكتيليتي تشينج في الكونتراكتيليتي نوت ريليتد للتشينج في الافتر لود او البري لود طب يضخ اكتر امتى لو زاد الهارت ريت لان الكاردياك اوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت فلو زاد الهارت ريت هيزيد الكاردياك اوت في هذه الحاله نسمي القلب بقى اللي هو بنفس الفيلينج بيضخ اكتر يعني تبقى نفس الرايت اترا بريشر نفس الفنتريكولار فيلينج بيقدر يضخ اكتر سميناه هايبر افكتيف هارت يبقى في الهايبر افكتيف هارت بيؤدي الى مور سلوب طبعا اظن انت متوقع العكسيه بقى طبعا دي نفس الرايت اترا بريشر بنفس الفيلينج بيضخ اقل يبقى ده نسميه هايبو افكتيف هارت ليه الكيرف ليه سلوب الكيرف نزل داونوردز اند تو ذا رايت في الحالات بالعكس لو زاد الافتر لود الاورتيك بريشر عالي اصابه لما اتفتح الاورتيك فالف فوجئ الفنتريكل بالبريشر عالي فضخ اقل او لو في نيجاتيف انتروبي حاجه بتضعف الانقباض او لو قل الهارت ريت عكسهم تماما لان قلت ان الكاردياك اوتبوت معادله تاريخيه الثانيه ستروك فوليوم تايمز هارت ريت اوعوا تنسوها ادي يا اولاد القصه بتاعت الكاردياك فانكشن كيرفز في عجاله بنمثل الكاردياك اوتبوت في الكاردياك فانكشن كيرفز بنمثل الكاردياك اوتبوت في مواجهه رمانه الميزان اللي هي الرايت اترال بريشر العلاقه ان الكاردياك اوتبوت دايركتلي بروبورشنال تو رايت اترال بريشر ويذين ليميتس في بلاتو ويذين ليميتس والاكسبلانيشن قلناها قبل كده اللي هو ستاردينج لو حتى اسمه فرانك ستاردينج لو وقلنا ويذين من غير يعني اوتو ريجوليشن يعني without nervous or hormonal control بنقدر نحقق العلاقه دي في حدود 13 لتر بير مينيت يعني زياده من 5 لتر 13 لتر اللي هم 2.5 مره النورمال كاردياك اوتبوت طيب وقلت ان ليه قلنا كيرفز لانه في حاجات بتزود السلوب بتخلي عندي نفس الرايت اترا بريشر نقدر نضخ كاردياك اوتبوت اكتر ونسميها في هذه الحاله هايبر افكتيف هارت مور سلوب ومتى يحدث ذلك قلنا لو نقص الاورتيك بريشر والافتر لود بوزيتيف انتروبي او زياده الهارت ريت وبالعكس عند نفس الرايت اترا بريشر ضخ اقل يبقى ده هايبو افكتيف هارت ليس سلوب اعكسهم يبقى زياده الافتر لود اللي هو الاورتيك بريشر نيجاتيف انتروبي بتضعف الانقباض نقص الهارت ريت وقلنا ليه لان لا تنسى من المعادلات التاريخيه اول معادلتين خدناهم النهارده الستروك فوليوم اند ديستوليك بايس اند سيستوليك والكاردياك اوتبوت اللي هو المينيت فوليوم هارت ريت في ستروك فوليوم نيجي بقى لموضوعين اقل اهميه يا ولاد يعني عاده ما بيجوش بس بيجي ام اس كيو مايكارديال اوكسجين كونسامشن
واختصارها MVO2 myocardial oxygen consumption. During rest الهارت يا أولاد وزنه 300 جرام عشان تبقى عارف في المتوسط طبعا. والهارت عشان تبقى عارف حجم الهارت قد الهاند فيست, يعني كل واحد على قد حجم ايده قد الهاند فيست, ده حجم الهارت, وتقريبا 300 جرام عشان يبقى الحساب دقيق. يجوز واحد ضخم يبقى قلبه 400 جرام, واحد اقل يبقى قلبه 200 جرام. يبقى مرة اخرى نحسب ما يخص 100 جرام من عضلة القلب عشان تبقى المقارنة دقيقة. لو خدنا 100 جرام من عضلة القلب during rest بتستخدم 8 مليليترز اوف اوكسجين. خلاص ده لكل ايه, لكل 100 جرام بير مينيت. يبقى كل 100 جرام من عضله القلب كل دقيقه بيستخدموا بير مينيت 8 مليليترز. توزيعهم ازاي يا اولاد؟ الجزء الاكبر طبعا في الكونتراكشن ريلاكسيشن. وعيب تقول لي ليه ريلاكسيشن, لان ما لا اكل ولا امل. ريلاكسيشن اذا اكتف بروسيس, لانه بيبتدي باكتف كالسيوم بامب, نرجع الكالسيوم تاني. فال6 مليليتر دي مش للكونتراكشن, للاوائل كونتراكشن اند ريلاكسيشن. ايه لو الهارت وقف, وقفته طلعته بره الجسم ووقفته, هيستهلك 2 مليليتر. ده البيزل, ده من غير كونتراكشن ريلاكسيشن. طب استهلكهم في ايه وهو واقف؟ لانه خلايا حيه فور سيلولار اكتيفيتي والاونيك بامب, مش في حاجه اسمها ريستنج ممبر بوتنشال. سببه ايه ريستنج ممبر بوتنشال؟ سيلكتيف بريميابيلتي ثم سيلكتيف بريميابيلتي ثم سيلكتيف بريميابيلتي. قولها انت نمره 2, صوديوم بوتاسيوم بامب, عاوز طاقه. يبقى 8 6 فور كونتراكشن وريلاكسيشن, ده ديورينج ريست لكل 100 جرام لبير مينيت, و2 من غير كونتراكشن ريلاكسيشن. طب ايه الفاكتورز افكتنج الام في او 2 اللي هو المايوكارديال اوكسجين كونسامشن؟ قال لك ان المايوكارديال اوكسجين كونسامشن دايركتلي بروبورشنال مع ثلاث حاجات. يعني في ثلاث حاجات لو زادوا بنسبه 100% يزيد الاوكسجين كونسامشن 100%, زادوا 50% يزيد الاوكسجين كونسامشن 50%, اللي هم مين؟ هارت ريت لو زاد يزود الاوكسجين كونسامشن ايكوالي بروبورشن, زياده الافتر لود اللي هو الارتيريال بلاد بريشر, والبوزيتيف انوتروبيا. خلاص ثلاثه دول. طب مين بيعمل سمولر انكريس ان ام في او 2؟ يعني لو زاد 50% المايكارد اوكسجين كونسامشن ما يزيدش 50%, يزيد 14 بس, اللي هو زياده البريلود. طول عمري بقول احلى حاجه البريلود دي اللي هي الفوليوم. التطبيق الاكلينيكي الرائع يا اولاد هنا, ان انا قلت ان معظم مجهود القلب بيبذله عشان يضخ فوليوم معين في واجب بريشر معين. البريشر اورتيك بريشر بيسموه الافتر لود, الفوليوم الاندستوري فوليوم بيسموه البري لود. في الحالتين لو الهارت زاد الافتر لود او زاد الفوليوم اللي هو البري لود بيزود الورك وبالتالي الاوكسجين كونسامشن. في حال زيادة الافتر لود بتبقى بروبورشنال انكريز, يعني لو زاد البريشر 50% يزيد الاوكسجين كونسامشن 50%, بينما لو زاد الفوليوم 50% الهارت زود الورك 50% بس بوقود قليل, ب 14% باستخدام اوكسجين اكتر. وعليه سؤال يعني بنحب نساله جدا سبيشال بوست جراديويت, ايهما اخطر, شخص زاد عنده ضغط الدم بنسبة 50% أو حصل ارتجاع في الصمامات فالهارت بيضخ دم بيرجع له تاني فالكمية اللي بيضخها بتزيد, الكمية الأساسية زائد اللي بترجع 50%. تملي تلقيت إجابة غريبة جدا من ناس البوست جراديوت, إن بياخدوا الكلام كده بحجمه مش بعمقه, إنه يقول لك آه ده عنده شوية ضغط, انما ده عنده ارتجاع في الصمامات. تصور بقى ارتفاع ضغط الدم الشرياني اخطر اخطر من ارتجاع الصمامات. ليه؟ لان لو ارتفع ضغط الدم الشرياني 50% بيمثل عبء على الهارت 50%, الهارت لازم يزود الوقود والورك 50%.
بينما لو زاد الفوليوم بتاع اللي هيضخ الدم 50% يعني الورك بتاع الهارت زاد 50% بيحتاج وقود اقل عشان يضخ هذا الفوليوم مع انه 500 14% فقط. طب لما الاكشن كونسامشن ما يزيدش قوي في ارتجاع الصمامات فسرت لنا حاجه ان الهارت مش محتاج اكشن كتير فعش كده لا يعاني من انجينا بيكتوريس. الذبحه الصدريه اقل في ارتجاع الصمامات منها في الناس اللي ضغطها عالي. لان ما هي الذبحه الصدريه؟ علمتها الاجيال يا اولاد بطريقه سهله، هو it is the cry of the heart for auction. الهارت يصرخ يبكي بيقول ادوني اوكشن. لما الهارت يحصل له قصور في الدوره التاجيه نقص في الاوكشن اللي بيسبلاي عضله القلب يحس بالم اللي هو الانجينا بيكتوريس. بيكتوريس يعني صدر، وانجينا يعني سترانجليتد يعني صدر مخنوق، ادي معنى كلمه انجينا بيكتوريس ذبحه صدريه يعني خنق الصدر الم حاجه خانقاك. ان الاخطر يا اولاد ارتفاع ضغط الدم الشرياني اللي الناس بتتهاون بيه بسميه سايلنت كيلر، هتكلم عليه في الفاسكور، القاتل الصامت. تصور ارتفاع الضغط 50% زياده الافتر نود 50% تزود الميوكاردال اوكسجين كونسامشن 50% بروبورشنال انكريس، بينما ارتجاع الدم اللي بيخلي الهارت يضخ اكتر 50% من المفروض اللي بيضخه زائد اللي بيرجع له بيؤدي لزياده طفيفه في الاوكسجين كونسامشن 14% بس. وعليه احتياج الهارت في هذه الحاله الاوكسجين اقل، وعليه معاناته من الذبحه الصدريه اللي هي الالم بسبب نقص الاوكسجين اللي جاي للهارت اقل. يبقى الهايبرتنشن اخطر من ارتجاع الصمامات. عاوزين نتعلم طب، احنا مش جايين ندرس فيسيولوجي للذه الفيسيولوجي، لكن لنصنع نحن اطباء فاهمين. طيب تعال بقى نشوف جاب منين الحكايه دي. معظم الميجور بارت اوف مايوكارديال اوكسجين كونسامشن ام في او 2 از كونسيومد، يستخدم تو جنريت تنشن. وانا حكيت لكم عن تنشن قبل كده في عجاله، هقولها تاني في عجاله. حاجه اسمها لابلاس لو يا اولاد، فاكرين لابلاس لو؟ تعال نشوف لابلاس لو، هقوله تاني في عجاله برضو النهارده، وهشرحه تفصيليا باذن الله مع الفاسكور لابلاس لو. لابلاس قال ايه؟ تعال نشوف مع بعض. لابلاس قال يا اولاد ان التنشن يعني الشد اللي بيتعرض ليه عضله القلب، هي عضله القلب اعتبر ده الفنتكل، قطاع عرضي في الفنتكل زي الدايره اهو وجواه في دم، هو محصله حاجتين. لابلاس لو قال محصله البريشر والريديوس، وشرحتها بطريقه بسيطه جدا. انا لو سالت رجل الشارع قلت له الشد التوتر الضغط على العضله بتاعت القلب يزيد امتى، الشخص العادي يقول لي لو زاد الضغط جواها، زي اي ماسوره جواها ميه لما يزيد الضغط جواها اكثر عرضه للانفجار. يبقى 100% التنشن بروبورشنال تو بريشر، دي يعرفها مش طالب كليه الطب، رجل الشارع. التنشن داخل اي وعاء فيه سائل يعتمد على الضغط، لكن طالب كليه الطب يعرف حاجه زياده. مش مهم بس الضغط يا ولاد، مهم الاريا المعرضه لهذا الضغط. يعني كل ما الاريا اللي تعرض للضغط اكتر يبقى التنشن اكتر. طب من يمثل الاريا اللي هي محيط الدايره؟ كانه على المهنه محيط الدايره طه اثنين طه نق، اثنين طه نق، حيث نق اللي هو نصف القطر الريديوس صح، وطه دي ثابت. يبقى 100% التنشن بيعتمد على حاجتين، البريشر ويمثله البريشر البي، ودي يقولها رجل الشارع، كل ما زاد البريشر بيزيد الضغط، والاريا المعرضه لهذا الضغط اللي هي محيط الدائره اللي هي تعتمد على نصف القطر في ثابت، يبقى نصف القطر اللي هو الريديوس. طيب يبقى الوول ستريس اللي هو الاس، الاستريس على الوول اللي ممكن يفجر الوول ده يتناسب طردي مع ايه؟ كل ما زاد التنشن حسب لابلاس لو.
حسب ما زاد البريشر او زاد الاريا المعرضه لهذا البريشر. ولكن يتناسب عكسي الاستريس مع الوول ثيكنس، يعني كل ما كان الماسوره اتخن. فكر كلام بسيط بسيط مش طب، تبقى اقل عرضه للانفجار وول ستريس اقل، صح؟ عشان كده يبقى تناسب عكسي. يعني اعتبر الاستريس ده العامل، الاستريس اللي هو الضغط اللي ممكن يفجر الانبوبه، يزيد بزياده التنشن اللي هي بزياده البريشر او الاريا المعرضه لهذا البريشر ويمثلها الراديوس اللي هو البلس لو، ويقل الاستريس كل ما كانت الانبوبه اكثر سمك الوول ثيكنس. واقول من الحياه عشان نفكر ونحب العلم يا اولاد، ما نبقاش جايين نحفظ. انا اقول لك حاجه، الماسوره في البيت اللي في الحمام اللي هي صغيره جدا، والماسوره بتاعت الميه اللي موجوده في الشارع تحت الارض، هما الاثنين فيهم نفس البريشر. بس الفرق ان الماسوره في الحمام الراديوس بتاعها صغير قوي، بينما الماسوره اللي تحت الارض اللي بتجيب المال الماسوره العموميه بتبقى كبيره قوي، الراديوس بتاعها عالي جدا كبير قوي، وعليه التنشن اللي متعرضه ليه عالي جدا، وبالتالي اكثر عرضه للانفجار. هم يعملوا ايه بقى عشان يحافظوا على نفس مستوى الاستريس؟ لما الماسوره الكبيره اللي في الشارع التنشن عالي بسبب زياده الراديوس، فيروحوا مزودين الوول ثيكنس اللي هو العامل اللي بيقلل احتمال انفجار انبوبه. عشان كده لاحظت ان سمك الانبوبه في الحمام اقل بكثير بكثير من سمك الانبوبه العموميه اللي في الشارع. بيزد على ايه الدراسات دي؟ هندسه. احنا نفس الكلام عندنا يا ولاد، يعني ما بندرس حاجه غريبه، عاوزك تحب اللي بتدرسه مش تحفظ شويه حاجات. الاستريس الذي يفجر الانبوبه، انفجار الانبوبه يتناسب طرديا مع التنشن اللي معرضه ليه اللي هو لابلاس لو. قال ايه لابلاس؟ ان التنشن المعرضه للانبوبه محصله حاجتين، رجل الشارع قال البريشر، وحضرتك زودت الاريا المعرضه لهذا البريشر ويمثلها الراديوس اللي بتبقى كبيره في الانبوبه العموميه في الشارع عنها في الماسوره بتاعت البيت في الحمام. طب عشان نقلل انفجار الانبوبه نعمل ايه؟ ندخل انبوبه عشان تتحمل هذا التنشن. يبقى تناسب عكسي مع الثيكنس، كل ما زودت الثيكنس احتمال الاستريس يقل. وده فسر لك لما يبقى التنشن عالي في الماسوره العموميه بسبب ايه في الماسوره العموميه؟ ما نفس البريشر، بس الراديوس الماسوره كبيره، الراديوس كبير، الاريا المعرضه للبريشر كتيره. فيعملوا ايه؟ هم يزودوا الوول ثيكنس. طيب الاوكسجين كونسامبشن اللي هو الام في او 2 دايركتلي بروبورشن تو ستريس، يعني دايركتلي بروبورشن تو تنشن على الوول ثيكنس، يعني دايركتلي بروبورشن للبريشر في الراديوس اللي هو التنشن على الوول ثيكنس. يبقى تاني، يبقى الاوكسجين كونسامبشن دايركتلي بروبورشن تو ستريس، كل ما كان الاستريس اكتر الهارت يستخدم اوكسجين اكتر، والاستريس يتناسب طردي دايركتلي بروبورشن للتنشن اللي هو البريشر في الراديوس، وعكسي مع الوول ثيكنس اللي هو الدبليو هنا. طبق لي بقى هذا الكلام على الافتر لود اللي هو عيان عنده زياده في الضغط، زياده في الاورتيك بريشر، والبري لود عيان عنده زياده في الفوليوم اللي هو عنده فالف ريجرشتيشن، ارتجاع في صمامات القلب. 50% انكريس في الاورتيك بريشر هتؤدي الى 50% زياده في يعني ما هو زاد البريشر 50% يبقى زاد التنشن 50%، لانه وبالتالي يبقى خد بالك الاستريس دايركتلي بروبورشن تو ايه قلنا؟ تو بريشر في راديوس على الوول. طب هنا لما البريشر زيد 50% يبقى الاستريس زاد 50%، عشان كده استخدام الاوكسجين بيزيد 50%. بينما بص بقى للطالب ذكي، لو زاد البري لود 50% يبقى مين اللي زاد 50%؟ الفوليوم. طب الفوليوم مش ممثل هنا في المعادله، اللي ممثل في المعادله يا اولاد الراديوس، الاستريس دايركتلي بروبورشن تو تنشن اللي هو البريشر في الراديوس على الوول ستريس نوت ذا فوليوم. يبقى عاوزين بقى طب ما هي علاقه الفوليوم بالراديوس؟ قال لك انه لو زاد الراديوس 14% بس الفوليوم هيزيد 50%، يبقى الزياده 50% في الفوليوم
بتيجي من زيادة 14% في الريديس. ليه؟ عارف ليه؟ سهل هي صوتك. هو ايه علاقة الفوليوم بالريديس؟ الريديس ده اللي هو نصف القطر في المساحة، مساحة الدايرة صح؟ في المساحات بتبقى طه نق تربيع، لان المساحة عبارة عن يعني هنضرب النق مرتين. طب في الحجوم، الحجوم الحجم ليه كام بعد؟ ثلاثة. المساحة ليها بعدين، فمساحة الدايرة بتبقى الريديس أس 2 الريديس بار 2، إنما الفوليوم بقى اللي هو الحجم في كام بعد في الحجم؟ ثلاثة، طول وعرض وارتفاع. يبقى علاقة الفوليوم، الفوليوم دايركتلي بروبورشن تو ريديس بار 3. عشان كده أنت لما تزود الفوليوم 50% الريديس ما يبقاش زاد 50%، لأنه هو ريديس أس 3 يزيد 14% بس. سو أنت في المعادلة لو الريديس زاد 14% يبقى الاوكشن كونسومشن هيزيد 14%، بينما الفوليوم بقى زاد كم مره؟ اللي احنا بنقول الريديس اس 3 زاد 50%. يبقى حسبه سهله جدا. So little increase in oxygen consumption with valve regurgitation that is less angina pectoris. تاني يا اولاد عشان ما تتوهوش، انا عارف انكم تهتوا شويه، انا ببقى حاسس بيكم برغم انكم مش قصادي. تعالى تعلم بقى طريقة سهلة قوي، نحلل كل حاجة وما نفوتهاش غير لما ناخد اللي بعدها. أول معادلة تعلمناها معادلة واحد، يلا اعتبر ما قلتش أنا حاجة. تنشن اللي معرض ليه الماسورة يعتمد على كام حاجة، اللي هو لا بلس لو. رجل الشارع قال إن التنشن هيزيد لو زاد الضغط في الماسورة، بريشر. شاطر. طالب طب قال لا البريشر لوحده لا، والاريا المعرضه لهذا البريشر التي هي محيط الدايره اللي تساوي ايه؟ 2 طه نق، 2 وطه دول ثابت، يبقى مين المتغير؟ نق اللي هو نصف القطر الريديس. يبقى لابلاس لو قال ان التنشن اللي بيتعرض ليه اي فيسل او اي وعاء زي الهارت، والهارت وعاء، بيزداد بزياده شيئين طردي، بزياده البريشر وبزياده حجمه الاريا اللي يمثلها هنا الريديس. يبقى لابلاس لو بيقول التنشن بريشر في ريديس. دي معادله اولى. طيب فاتت فاتت. طالب قال لي طب ادخل لنا في المعادله الثانيه، طب الوول ستريس ايه اللي يزود الوول ستريس ويفجر انبوبه؟ زياده التنشن، يبقى تناسب طردي اللي هو يعتمد على البريشر والريديس. طب ايه اللي يقلل احتمال انها تنفجر؟ انها تبقى تخينه. يبقى كل ما بقت تخينه الوول ثيكنس زاد هيقل الاستريس، مش هتنفجر. يبقى نحطها دي انفرسلي بروبورشن، يبقى الاستريس دايركتلي بروبورشن تو تي اوفر دبليو. طيب قال لي دي فاتت. طيب المعادله الثالثه والاخيره، الاوكشن كونسامشن بقى بروبورشن تو ستريس بالظبط. يعني كل، طب والاستريس بروبورشن للتنشن، يبقى الاوكشن كونسامشن هيزيد بزياده البريشر في الريديس لو التنشن، ويقل بزياده الوول ثيكنس، لان الاستريس بيقل بزياده الوول ثيكنس. انت بقى بص لي هنا من غير ما ننزل تحت، انا في الافتر لود بيزيد البريشر وممثل في المعادله، يبقى زياده 50% في البريشر هتزود الاوكشن كونسامشن هنا 50%، لانها البريشر ممثل هو الافتر لود الاورتيك بريشر، انما الفوليوم مش ممثل. طب ايه الحاجه اللي ممثله هنا لها علاقه بالفوليوم؟ الريديس. هو لو كان لابلاس لو بيقول ان الاوكشن البريشر في فوليوم، كان لو زاد الفوليوم 50 هيزيد الاوكشن كونسامبشن 50، لكن هو بيقول بريشر في ريديس. طيب يبقى احنا لو الفوليوم زاد 50% الريديس في هذه الحاله يبقى زاد كام؟ يعني ايه الزياده في الريديس؟ اديني بسالها لك اهو، اللي تعمل زياده في الفوليوم في البري لود 50%. يبقى لازم نعرف العلاقه بين الفوليوم والريديس، وقلتها بطريقه بسيطه جدا يا اولاد. ايه علاقه المساحه بنصف القطر؟ المساحه قلنا نق تربيع مش كده؟ يبقى لان المساحه لها طول وعرض، فتبقى ار بار 2. طب الحجم اللي هو الفوليوم بقى ايه علاقته بالريديس؟ في كم طول في الفوليوم؟ في ثلاث اطوال في الفوليوم، في عرض وطول وارتفاع. يبقى الفوليوم دايركتلي بروبورشن تو ريديس باور 3.
عشان كده زيادة في الراديوس 14% تؤدي لزيادة في الفوليوم 50%، لأنها 14 مقوس 3. طيب إحنا بنقول بقى يبقى الأوكشن كونسامشن لما يزيد الفوليوم 50% هيزيد الأوكشن كونسامشن 50. بس الجملة الجوهرية هي جاية، الزيادة في الفوليوم 50% اللي هي تعمل زيادة في الأوكشن كونسامشن قد إيه؟ الأوكشن كونسامشن لا يتناسب مع الفوليوم، يتناسب مع الريديس. يبقى ده نقلنا المعادلة تانية، يبقى زيادة في الريديس كام في المية تدي زيادة في الفوليوم 50%؟ زيادة 14%. عشان كده الأوكشن كونسامشن بالتناسب مع الريديس لما الفوليوم يزيد 50% بيبقى الأوكشن كونسامشن زاد 14%. مرة أخرى يا أولاد ببطء اكتر، لابلاس لو بيقول التنشن بيعتمد على البريشر والاريا المعرضه اللي هي الريديس، الوول ستريس بيزداد بزياده التنشن ويقل بزياده الوول ثيكنس، يبقى الستريس تنشن على وول ثيكنس. طب والاوكشن كونسامشن بروبورشن ستريس، يبقى بروبورشنال بريشر في الريديس على الوول ثيكنس. انا عاوز اشوف الاوكشن كونسامشن لما البريشر يزيد ولما الفوليوم يزيد. هنا العلاقه واضحه، لما البريشر يزيد اللي هو الافتر لود الاوكشن كونسامشن بروبورشنال تو بريشر، اهي تحت اهي الاوكشن كونسامشن بروبورشنال ستريس اللي هو بروبورشنال بريشر. يبقى هنا 50 50 الاوكشن كونسامشن، لو زاد البريشر 50% هيزيد الاوكشن 50%، لكن لو زاد الفوليوم البريلود 50% هيزيد الاوكشن كونسامشن كم مره؟ هنا مفيش علاقة بالأوكشن كونسامشن والفوليوم، لكن في من يمثل الفوليوم هنا اللي هو الريديوس. العلاقة بتقول الأوكشن كونسامشن بيتناسب طردي مع الريديوس، مع الريديوس مش مع الفوليوم. طب ايه علاقة الفوليوم بالريديوس؟ ان زيادة في الريديوس 14% هتزود الفوليوم 50%. ليه؟ لان الفوليوم علاقته بالريديوس مش الريديس، الفوليوم لا يتناسب مع الريديس، مع الريديس اس 3. يعني هتضرب ال 14% دي في نفسها 3 مرات. طيب يبقى الفوليوم لما يزيد 50% ده معناها ان الريديس زاد 14% لان الفوليوم ريديس اس 3. ولما الريديس يزيد 14% ده معناها ان الاوكشن كونسامشن زاد 14%. يبقى زياده الفوليوم 50% بطريقه سهله قوي تنتج من زيادة في الريديس 14% وعليه ينتج عنها زيادة في الأوكشن كونسومشن 14%. I hope I'm clear and I'm always clear. ومرة أخيرة في عجالة يا أولاد، لابلاس لو ده سؤال من أهم الأسئلة، التنشن اللي معرض ليها أي أنبوبة، افتكر شرح بسيط خالص من الحياة، رجل الشارع يقول يتناسب طردي مع البريشر، وإحنا بنقوله الأريا المعرضة لهذا البريشر ويمثلها الريديس. طب الوول ستريس اللي ممكن يفجر الانبوبه يزداد بزياده التنشن، يبقى دي طردي، لكن يقل بزياده الوول ثيكنس، يبقى دي عكس يتحط تحت. طب الاوكشن كونسامشن هو موضوعنا، يتناسب مع الستريس اللي هو التنشن بريشر في ريديس على الوول. طيب يبقى الاوكشن كونسامشن في حاله زياده البريشر يبقى قد ايه؟ اللي هو الافتر لود اللي هو الاورتيك بريشر. هنا العلاقه دايركت الاوكشن كونسامشن بروبورشن مع البريشر، يبقى لو ده زاد 50 اوكشن كونسومشن يزيد 50. انما طب ايه علاقته بالفوليوم اللي هو بريلود؟ مفيش هنا في المعادله فوليوم، انما في حاجه لها علاقه بالفوليوم اللي هو الريديوس. الريديوس لو زاد 14% هيزيد الفوليوم 50%. ليه؟ لان الفوليوم فوليوم حجم، يبقى الريديوس 3 مرات، طول وعرض وارتفاع، طول ممثل، يبقى الريديوس اس 3، يبقى 14% زياده في الريديوس تزود الفوليوم 50%. يبقى قلنا بالعكس، زيادة 50% في الفوليوم ناتجة من زيادة 14% في الريديس، وعليه ينتج عنها زيادة 14% في الأوكشن كونسومشن. يبقى لما يزيد البريشر 50% هيزيد الأوكشن 50%، لكن لما يزيد الفوليوم 50% معناها إن الريديس زاد 14%، يبقى الأوكشن كونسومشن هيزيد 14%، يبقى نستخدم أوكشن أقل. عشان كده قلت إنه الفالف ريجرشتيشن اللي بيزود الفوليوم أقل خطورة، لانه 50% زياده في الفوليوم تؤدي فقط الى زياده 14% في الريديوس وعليها 14% في الاوكشن كونسومشن.
بينما زادت الضغط 50% بتزود الاكسجين كونسامشن 50%. فالعيال عنده ارتجاع في الصمامات اقل عرضه لانه يعاني من نقص الاكسجين وعليه من الانجينا بيكتوريس اللي هي صراخ الهارت يعني بيتدور من نقص الاكسجين. طيب اخر نقطه موضوع صغير وسهل خالص 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 اسمه كاردياك ريزيرف نظري مهم يا اولاد هنتكلم عليه في ثلاث نقاط باي ديفينيشن. ما هو الكاردياك ريزيرف؟ الاحتياطي يعني تقدر تزود الكاردياك اوتبوت كام في المية لو جسمك احتاج ادي بالبلدي كده ده ماكسيمم بيرسنت انكريس ان كاردياك اوتبوت ان ريسبونس في استجابة تو انكريس ان بودي نيدز. يعني الهارت لو احتياج الجسم زاد عنده ريزيرف عنده احتياطي يقدر يزود الكاردياك اوتبوت قد ايه اكتر من 5 لتر during rest 5 لتر عشان يواجه هذه الزيادة. هو ده الكارديك ريزيرف the maximum percentage increase in cardiac output. تاني the maximum percentage increase in cardiac output. طيب نقطة تانية person تفتكر مين أكتر واحد في عالمنا هذا عنده ريزيرف؟ أنا حاطط جدول أهو person وال كاردياك ريزيرف كم في المية حسبناه منين؟ كنتيجة من زيادة في الكاردياك اوتبوت. الويل تريند اثليت اثليت يعني بطل يعني راجل عضلات كده اثليت رياضي ويل تريند اثليت رياضي متمرن مظبوط ده احسن قلب. ده عاوز اقول لك حاجة انت عارف الراجل اللي بيشيل اثقال ده اللي هو بيعمل ويت لينك تبقى عضلاته قوية جدا ما لا ترى ما لا ترى لكن حدث بنفس المقدرة عضلة القلب قوية جدا. يعني الويل تريند اثليتس انت شايف ماجانس كده عضلاته السكيلتال ماسل قوية كمان عضلة القلب لو توفاه الله وشفناها تلاقيها قوية هي كمان. تقدر تزود الكاردياك اوتبوت 700% عنده ريزيرف 700% يعني يزود الكاردياك اوتبوت من 5 لتر ل 40 لتر. طيب يبقى 5 لتر ده الطبيعي ديورينج ريست يقدر يزودها ل 40 يعني يزودها كم مره 35 لتر زياده عن 5 يعني هو 5 يقدر يخلي الكاردياك اوتبوت 40 يبقى الريزيرف كام هو 5 دلوقتي انا 5 واقدر اخليها 40 يبقى عندي ريزيرف 35 35 بالنسبه ل 5 لتر تبقى 35 على 5 تساوي 7 مرات يبقى 700% ده الاثليتيك. طب النورمال ادلت يانج ادلت واحد كده شباب زي حالاتكو يقدر يزودها يبقى 20 ل 25 لتر يبقى ريزيرف كام 20 يبقى الريزيرف هو 5 وزودها ل 20 يبقى عنده ريزيرف 15 25 من 5 ب 20 دول يمثلوا كام بالنسبه ل 5 300 ل 400% بيزود عن ال 5 الكاردياك اوتبوت يزودها عن ال 5 كمان 15 يعني او 20 لتر يعني 300 ل 400% بينما الناس الالدري الكبار في السن يا اولاد ما يقدروش يزودوا الكاردياك اوتبوت غير من 5 لتر ل 15 يعني يزودوا عن ال 5 10 يعني ضعف ال 5 200% اللي عنده هارت فيلير 0% يبقى الويل تريند اثليت يزود فوق ال 5 لتر 35 لتر فوق ال 5 لتر 35 يبقى ال 35 قد ال 5 7 مرات 700% حضراتكم تزودوا فوق ال 5 لتر 15 20 فوقيها يبقى 300 400% الناس الكبار في السن فوق ال 5 لتر يزودوا كمان 10 يبقى 15 المهم يزودوا كمان 10 يبقى عنده ريزيرف 200% الهارت فيلير 0% ايه الكارديوفاسكولار ريزيرف ميكانيزمز؟ لو انا مش مذاكر اعرف اهم اثنين هو الكاردياك اوتبوت بتساوي ايه فيه؟ هارت ريت ستروك فوليوم معادله اللي عدناها 100 مره والستروك فوليوم يساوي المعادله التاريخيه اند دايستوليك فوليوم ناقص اند سيستوليك فوليوم ده الطالب العادي. الطالب الممتاز اللي هو بقى البطل الرياضي البطل الرياضي فيه زي ما عضلات جسمه بره فيها هايبرتروفي القلب عضله القلب حصل فيها هايبرتروفي زياده في حجم الكاردياك مايوسايتس يبقى عندنا ريزيرف ثلاث انواع في هارت ريت ريزيرف
في stroke volume reserve وفي آخر حاجة hypertrophy. طيب مين ال most important ال heart rate reserve ده ال most important. أقول لك حاجة في عالمنا هذا نص الناس أو أكتر لما بيعملوا رياضة بيزودوا الكاردك أوتبوت عن طريق زيادة الهارت ريت فقط، ما بيقدروش يزودوا خالص الستروك فوليوم خالص. فالريزيرف الأساسي الذي يحدث في كل الناس في العالم إن لما بتجري الهارت ريت بيزيد، ده أهم هارت ريت، أهم ريزيرف هارت ريت ريزيرف. الماكسيموم كان بقى دي أرقام لطيفة جدا. عاوز تعرف أكتر هارت ريت ممكن تحصل عليه عبارة عن 220 ناقص عمرك إن ييرز. عشان كده قلت لك يا أولاد إن عن سن 20 يبقى أقصى هارت ريت 220 ناقص عمرك بالسنوات اللي هو 20 يبقى 200 بير مينيت. إن الأدلت مهما عمل مجهود أقصى هارت ريت ليه 200، عمره ما يطلع 200. الأطفال بس هما اللي فوق 200، لأن طبعا لما تطرح 220 من طفل عنده 10 سنين 220 ناقص 10 يبقى 210. يبقى افتكرها حتى رقم لا ينسى. الادلت ده ماكسيمم هارت ريت الادلت هو 200 ويتناقص بتزايد العمر. كل ما عمرك يزيد ما تقدرش توصل 200 دي. يعني واحد عنده مثلا سي 60 سنه يبقى 220 ناقص 60 يبقى اقصى هارت ريت ليه 160 يقدر يوصل. طب يبقى ريزيرف كام؟ هو الفرق اللي تقدر توصله الاساسي. انت اساسي بتضرب 75، حضرتك كشاب كده محترم تقدر تزود ل 200، يبقى ريزيرف 200 ناقص 75. طب ايه سبب الريزيرف ده؟ ايه اللي بيزود الهارت ريت؟ يا نيرفس يا هرمونال. نيرفس اللي هو السمباثاتيك، هرمونال يا كاتيكولامينز. طب ايه الليميت؟ يعني ليه ربنا ما خلناش نزود الهارت ريت مثلا ل 500 فالريزيرف يزيد جدا؟ انت عارف انه قلت لكم يا اولاد انه الهارت ريت لما بيزيد فتره الداستول اللي بيملى فيها الهارت بيحصل لها ايه؟ لما بيزيد بتقل. فبعد حد معين مهما كان الزياده في الفينس تيرن بسبب النقصان في الهارت ريت مش هنستفاد، لان الهارت ريت بيزيد جدا جدا الدايستول فيه هيتصل جدا مهما زاد الفينس تيرن مش هيملى الهارت زياده. فعشان كده في ليميت، ربنا خلى اقصى حاجه هو 220 يوم تولد وانت عندك 20 سنه 200، لان الليميت هو ان الزياده في الهارت ريت بيقابلها نقص في الدايستول بيريود اللي هو الفيلينج بيريود. ده أهم ريزيرف. ليه؟ قلت لك 50% من الناس في عالمنا هذا بيستخدموا هذا ريزيرف فقط. لما بيعملوا مجهود الستروك فوليوم ما بيزيدش خالص خالص خالص. طب نيجي بقى ال 50% التانيين اللي بيزيد عندهم الهارت ريت ويزيد كمان الستروك فوليوم، سموه ستروك فوليوم ريزيرف. ماكسيمم رقم لطيف قوي، احنا قلنا في حضرتك بتزود الهارت ريت ماكسيمم كام؟ 200. طب حلو، ده سهل الحفظ. الستروك فوليوم ريزيرف الماكسيمم 200، بس هنا 200 بيت بير مينيت، هنا 200 ملي لترز، وبرضو عند عمر 20 سنة. يعني حضرتك أقصى هارت ريت ليك 200 بيت بير مينيت وأقصى ستروك فوليوم 200 ملي لتر بير مينيت. طب يبقى الريزيرف قد إيه؟ برضو أنت هتطرحها 200 من 70، هناك كان من 75 هارت ريت، إنما هنا 200 أنت نورمال يقولنا الستروك فوليوم 70 سنتي، اللي هو الفرق بين الإنداستوليك والإنستوليك. الإنداستوليك قلنا 135 والإنستوليك 65، يبقى الفرق 70، يبقى الريزيرف 200 ناقص 70. طب ده يزيد بطريقتين الستروك فوليوم، اتعلمناها يا اولاد. ازاي ازود الستروك فوليوم؟ يا زود الاند دايستوليك يا نقص الاند ستوليك. اهي وريتكم المعادله قبل كده. الستروك فوليوم بيزيد بانك تزود الاند دايستوليك وده يبقى بريلود، او تنقص الاند ستوليك خلاص بانك تنقص الافتر لود. ايه اللي يزود الاندستوليك؟ قلناه. ايه اللي يخلي الهارت يملى اكتر؟ الفوليوم يزيد، يزيد الفينس تير. طب ايه الليميتس؟ في كل حاجه عايز تقول لي الليميت، الليميت ستارتنج لو، ان كل ما يزيد الاندستوليك تزيد الفورس كونتراكشن وبالتالي الكاردك اوت، يزيد الفورس كونتراكشن وبالتالي الكاردك اوت وذين ليميتس. يبقى الليميت هنا هو الستارتنج لو، ستارتنج قال وذين ليميتس، مش كل ما تملى الهارت اكتر تزود الاندستوليك يزيد الفورس الى ما لا نهايه، لا، في ليميت لو ستارتنج لو، للصبر حدود. طب نقص الانسستوري فوليوم ايه اللي يعمله؟ ثلاث حاجات، سمباثاتيك بيقوي الانقباض، والكاتيكولامينز
بتقوي الانقباض اللي هم دول اللي هم البري لود اللي هم افتر لود، يبقى دول بوزيتيف انتروبي. حاجات لاي بوزيتيف انتروبي سيمباثيتك كاتيكولامينز دراج، حاجات تقوي انقباض القلب لا هي بري لود ولا هي افتر لود. طب وايه الليميت؟ ان انت بص لي انت كل بعد ما ضخيت 70 فاضل 65، ممكن تضخ 80 ويبقى فاضل 55، تضخ 90 ويبقى فاضل 45، تضخ 100 ويبقى فاضل 35، في الاخر مفيش انستوليك، يبقى لها ليميت. الليميت هو الفوليوم اوف انستوليك. انت ممكن تزود الكميه اللي بتضخها بطريقتين، يا تزود الاندستوليك والليميت هو ستالي جلونك. لو زودت الاندستوليك بعد حد معين الفورس كونتراكشن هتضعف، او تنقص الانستوليك او تعصر نفسه جامد بانك تزود الانتروبيك، تزود الكونتراكشن باي حاجه غير بري لود وافتر لود اللي خدنا النيرفس سمباثيتك وهرمون الكاتيكولامينز واي دراج. بس في الحاله دي ايه الليميت؟ انك انت مفروض بتضخ 70 ويتبقى 65 الانستوليك، ممكن تضخ 80 ويتبقى 55، تزود كمان 10 تضخ 90 ويتبقى 45، طب في الاخر هيخلص الانستوليك. يبقى لها ليميت هو الانستوليك. يبقى الليميت هو ان في ليميتد انستوليك فوليوم. نيجي الهايبرتروفي بقى، دي اونلي وذ كرونيك ستريس سترين اون مايكارديوم. يعني الحالات اللي فيها كرونيك يعني مزمن، عبء على القلب مزمن. قد يكون العبء ده يا اولاد فيسيولوجيكالي زي الاثليتكس، زي الابطال الرياضيين بيلعب رياضه كتير فعضلات جسمه بتتضخم وعضلات القلب بتتضخم. في مثل عندنا بيقول يوز ات اور لوز ات، في كل الطب في كل جسمك المصل احسن واحده سواء سكيليتال مصل او كاردك مصل ينطبق عليها هذا المثل. استخدمها اكتر تكبر اكتر، استخدمها اقل وتجبس ايدك تبقى أقل. يبقى يوجد أبلوز كرونيك سترين إن ماي كارديوم فيسيولوجيكالي في الأبطال الرياضيين في الأثليتكس. طب وباثولوجيكال في الناس اللي عندهم هايبرتنشن، يبقى الأفتر لود زايد في الهارت بيبذل مجهود أكتر، فبعد ما يموتوا الناس عندهم هارت هايبرتنشن زيادة في الضغط بلا عضلة قلب بتضخمه، بسميه بطل رغم أنفه. يعني وهو قاعد حتى ديورنج ريست قلبه بيعمل مجهود كنتيجه لزياده الارتيال بلاد بريشر. يبقى مفيش هايبرتروفي دي لو حضرتك طلعت السلم بسرعه. يعني ساعات يجيبوا سؤال ذكي جدا، اتكلم على الكاردياك ريزيرف ديورنج كلايمبنج اب ستير، يعني طالع سلم بسرعه. ما اقولش فيها هايبرتروفي، لان انا لو طلعت سلم مره واحده مش هيتضخم عضله القلب، هيبقى عندي هارت ريت ريزيرف وسيستوليك فوليوم ريزيرف. طالب اقرا السؤال كويس، لكن لما يقول لي كاردياك ريزيرف في المطلق كده يا حاله حاده يا حاله كرونيك زي بطل رياضي، يبقى هضيف عليهم الهايبرتروفي وذ كرونيك سترين كاردياك. ايه الليمت بتاعتها؟ اولا اعرف يعني ايه كاردياك هايبرتروفي. هايبرتروفي يعني انكريس في السايز اوف ماسل فايبرز نوت ان نمبر. لو كان النمبر ما بيزيدش، النمبر يسموه هايبربليزيا. لما بتعمل مجهود حجم الكاردياك ماسل بيتضخم، كاردياك ماسل فايبر بتتضخم لكن عددهم ما بيزيدش. طب ما هي لما تتضخم وكل كل كاردياك ماسل فايبر عندنا لها كابيلاري واحد بيغذيها، اديني برسمها لك اهي. فاللي بيحصل بدل ما البلاد كان هيمشي مسافه قصيره كده هيمشي مسافه طويله. هتقول لي ورهاني كنت برسمها لك اهي، اتفرج عليها. يبقى الهايبرتروفي معناها زياده في حجم الماسل فايبر. هيشوف الماسل فايبر السوداء حجمها زاد، عدد الماسل فايبر يا اولاد ما بيزيدش طول ستاتيك. قلت لك في حاجتين ستاتيك، النيرف سيلز والماسل سيلز، ما عددهم ما اتغيرش. امال يعني ازاي العضله بتبقى جامده كده؟ ما بيزيدش عدد الماسل فايبرز، مش عاوز عضل، بيزيد حجم وليس عدد، حجم وليس عدد الماسل فايبر، فحجمها زاد كده. ادي ازاي احنا هايبرتروفي. طب قلنا في عضله القلب لخصوصياتها واهميتها ربنا خلى كل ماسل فايبر لها كابيلاري خاص بيها ولها بيركنج فايبر خاص بيها، فبدل ما الدم كان هيديفيوز المسافه الصغيره دي عشان يغذيها وهي صغيره، الدم لازم هيديفيوز مسافه اطول. واحنا قلنا يا اولاد الديفيوجن ريت بيتناسب عكسيا مع الديستانس اوف ديفيوجن، يبقى هيجي لها الحته اللي في الاخر دي هيجي لها دم قليل قوي، بيحصلها اسكيميا. عشان ما تقوليش بقى ليه ما تتضخمش عضله القلب تبقى قد قلب الفيل مثلا،
لان البلاد سبلاي بتاع عضله الانسان يكفي حد معين من التضخم، يبقى الليمت هو الكاردياك اسكيميا. يبقى تاني يا اولاد خلصنا كده، هقولها في عجاله ونقفل زي ما وعدتكم ان هقول نص ساعه. كاردياك ريزيرف مره اخرى هتجاوبها بثلاثه نقاط. ما هو ريزيرف؟ ريزيرف هو ديفينيشن نمره واحد مع شقه مستعشق النظام. الريزيرف هو ال ماكسيمم برسنتج انكريس ان كاردياك اوتبوت، تقدر تزود الكاردياك اوتبوت كام في الميه؟ ماكسيمم برسنتج انكريس ان كاردياك اوتبوت. طبعا بتزودها ليه بقى؟ تبع لاحتياج الجسم، ان ريسبونس تو انكريس ان بودي نيدز. دي النقطه الاولى، اهم حاجه الفقره الاولى، ذا ماكسيمم انكريس، دي ماكسيمم برسنت انكريس ان كاردياك اوتبوت، ذا ماكسيمم برسنت انكريس ان كاردياك اوتبوت. طب تاني نقطه البيرسون، مين احسن واحد يقدر يزود؟ الويل تريند اتليت ممكن يزود من 5 لتر ل 40 لتر، يبقى زود كام عن 5؟ 35، يبقى زود 700%. طب حضرتك شاب يانع نورمال يانج ادلت، تقدر تزود من 5 لتر تزودها كمان 15 او 20، خلاص فتبقى 20 او 25، يبقى ريزيرف انت زودت من 5 ل 20 يبقى زودت 15، او من 5 ل 25 يبقى زودت ريزيرف 20، يبقى 300 ل 400%. طب الناس العواجيز الالدري بيبل يقدروا عندهم 10 لتر ريزيرف، 5 ويقدر يزود كمان 10 يبقى 15، يبقى ريزيرف 10 لتر اهو. انا بنتكلم على ريزيرف اللي هو الزياده فوق 5 لتر، مش الكاردك اوتبوت قد ايه بعد الزياده، الزياده عن 5 لتر تبقى 200%. اللي عنده هارت فيلير ده هو بالمكفي نفسه بالعافيه، مفيش اي ريزيرف. طب الكاردياك ريزيرف ميكانيزمز في الاكيوت كونديشنز حاجتين تجيبها من المعادله، كاردياك اوتبوت نورمال مش مذاكر انا تساوي هارت ريت في ستروك فوليوم، يبقى 100% في هارت ريت ريزيرف وفي ستروك فوليوم ريزيرف. طب انا لو بعمل بقى كرونيك سترين على الهارت، لا ده في غير كده كمان، اقدر اعمل هايبرتروفي يا اولاد، تضخم في عضله القلب. هارت ريت ريزيرف ذا موست امبورتنت، قلت لك في 50% من الناس بيزودوا الهارت ريت فقط، 50% التانيين بيزودوا هارت ريت وستروك فوليوم، 50% ما يقدروش يزودوا الستروك فوليوم خالص خالص، بيزودوا الكاردياك اوت عن طريق زياده الهارت ريت بس. الماكسيمم رقم تحفظه صم وجميل، معلومه طريفه، 220 ناقص عمرك بالسنوات، يبقى حضرتك عندك 20 سنه يبقى 220 ناقص 20 يبقى اقصى هارت ريت لحضرتك 200، مين يقدر يطلع فوق 200؟ الاطفال تحت 20 سنه. طب يبقى الريزيرف انت بتزوده ال 200 ونورمالي 75، يبقى الريزيرف الفرق بينهم. انا نورمال دلوقتي قلبي بيضرب 75 واقدر اخليه يضرب 200، يبقى عندي ريزيرف 125. طب ايه الكوز؟ كل واحده تقول لي الكوز والليمت، يعني ريزيرف والكوز والليمت نفس النقط. ايه اللي زوده؟ نيرفس سمباثيتك او هرمونال كاتيكولامينز. طب ايه الليمت؟ ان زياده الهارت ريت بتنقص الدايستوليك بيريود اللي هي بتنقص الفنتريكولار فيلينج، فده يؤدي لنقص في الكاردياك اوتبوت، الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. يبقى لو زاد قوي الهارت ريت ممكن يقل الكاردياك اوتبوت. ستروك فوليوم ريزيرف اللي هو قلنا في 50% من الناس بس. ماكسيمم تقدر تزود ل 200 مللتر. وده برضه عند 20 سنه. طب بطريقتين، يا ازود الاند دايستوليك بان الهارت يملى اكتر، ازود الفيناسيتير. طب وايه الليميت؟ انه بحدود ستارلينج قال ده جريتر ذا اند دايستوليك the more will be the force contraction within limits. او اخلي الهارت ينقص الانستوليك، يضخ اكتر من اللي فيه بانه بالبوستيف انتروبي، يزود الكونتراكشن يضخ اكتر. ودي مين اللي بيخلي عضله القلب تنقبل اقوى؟ يا نيرفس سمباثيتك يا هرمون الكاتيكولامينز. ايه الليمت؟ ان جوه القلب في كميه دم محدوده، مهما ضخيت منها اكتر في الاخر هتخلص، يبقى الليمت هو الانستوليك فوليوم. طب الناس بقى اللي معرضه لكونستنت سترين، وقلت يا فيسيولوجيكال زي الاثليتيك، يا باثولوجيكال حاجه حاله مرضيه زي الناس اللي عندها هايبرتنشن اللي سميتهم بطل رغم انفه. هنا بيزود الكاردياك ماسل سايز، السايز اوف كاردياك مايوسايتس، مش عدد المايوسايتس، بيزيد حجم المايوسايت. هي لو دي المايوسايت بيزيد حجمها، لو كان العدد زاد كنا سميناها هايبر بليزيا. بليزيا يعني اذا فاكر ابلاستيك انيميا، يعني لا تكوين.
لو زيادة في التكوين سميها هايبربليزيا، إنما دي سموها هايبرتروفي عن تضخم. إيه الليمت؟ الليمت إن الحتة الجديدة دي مش هيجي لها دم كويس، لأن قلنا إنه المسافة اللي هنمشيها تبقى أكتر، والديفيوجن ريت ما كنا درسنا ليه الكلام ده، الديفيوجن ريت is inversely proportional to distance of diffusion اللي هي thickness. يبقى الليمت إن الحتة الجديدة دي هيحصل لها كاردك إسكيميا، فما تقدرش تكبر القلب إلا بحدود معانا، otherwise الحتة الجديدة ملهاش دم، يبقى مش هتنقبض، يبقى بالعكس انقباضها هيضعف، يبقى الكاردك إسكيميا هينقص الكونتراكتيليتي. يبقى ده اتكلمنا عليها ديفينيشن والنسب نمرة 2 والميكانيزمز مع عشق النظام. الميكانيزم نمرة 3 فيها 3، 2 في الحالات الأكيوت تستنتجها بالمعادلة، هارت ريت ريزيرف هو الأهم في 100% من الناس، وستروك فوليوم ريزيرف في 50% من الناس بس. أما إذا كان كرونيك قلنا هيحصل هايبرتروفي فقط مع الكرونيك سترين whether physiological or pathological. يا أولاد أسعدني لقاءكم، وأتمنى أكون أفدتكم، عارف يعني سهرنا سهرة كبيرة، وألقاكم على خير بإذن الله قريبا. كده إحنا خلصنا الهارت، وبإذن الله يعني نواصل في الفاسكوار وهو أسهل وألطف كثير. الهارت كان هو الجزء الصعب. نلقاكم على خير وأتمنى لكم التوفيق. شكراً.